بسبب الأحداث اللي بتحصل دلوقتي قررنا نكون أول حلقة لينا عن فكرة نشأة اللي ما يتسموش، وعشان هم فعلا ما يتسموش تعالوا أقول لكم إزاي ظهر اسم إسرائيل وإيه معناه، وهل كان في أسامي تانية مقترحة غيره ولا لأ، وليه اسم إسرائيل تحديدا هو اللي اختاروه. إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة اللي قامت على أساس دين، ده طبعا لو ما حسبناش الفاتيكان اللي ما تعتبرش يعني دولة بالمعنى المفهوم. وطبعا الأساس اللي قامت عليه دولة إسرائيل هو تجميع يهود العالم المشتتين في الأرض، وده طبعا بعد الحرب العالمية الثانية. طيب ليه اختاروا اسم إسرائيل وإيه معناه ومين أصلا إسرائيل؟ طبعا المسيحيين يعرفوا إجابة النقطة الأخيرة، لكن الأغلبية العظمى من المسلمين ما يعرفوش. البداية هتكون من التوراة، وهو العهد القديم عند المسيحيين، وفي سفر التكوين أول أسفار التوراة هنقرأ القصة دي. القصة بتقول إن النبي يعقوب كان ماشي في طريق بالليل، ظهر له راجل وحاربوا بعض، وهنا انتصر النبي يعقوب على الراجل، فقام الراجل وقال له أنت من النهاردة بقى اسمك إسرائيل لأنك جهدت مع الله والناس وانتصرت. والكلمة في اللغة العبرية بتنطق يشرائيل، لأن في العبري السين بتتقلب شين، وهي مكونة من شقين، يشرى معناها يجاهد وإيل معناها الله. ومن وقتها اتسمى النبي يعقوب باسم إسرائيل، ومن بعده جم أولاده وأحفاده اللي هم بنو إسرائيل، وعاشوا في مصر بداية من النبي يوسف الصديق، ومن بعده جم إخواته، وعاشوا تقريبا في مصر حوالي 430 سنة لحد ما جه النبي والرسول موسى، واللي كانت رسالته مقتصرة بس على بني إسرائيل اللي هو أصلا في الأساس واحد منهم. لكن نتيجة لبعض حالات الجواز خصوصا في الفترات القديمة هنلاقي إن حصل اختلاط في الأنساب، وظهر ده بوضوح جدا في يهود بيتا إسرائيل أو يهود الفلاشة في أثيوبيا. والحالة الثانية هي قبول اليهودية للمتهودين في بعض الفترات زي فترة السبي البابلي، وفي كمان فترة معروفة باسم فترة المشناة، ودي اللي دخل فيها كتير من القادة والملوك لليهودية وبالتالي اتبعهم شعوب. وعلى مر التاريخ هيفضل السبب الوحيد والشرط الأساسي لدخول أي حد اليهودية هو أن الأم لازم تكون يهودية. البداية كانت في القرن 19 لما ظهرت الحركة الصهيونية اليهودية، واللي كان خطتها ان هي تقيم دولة لليهود على ارض فلسطين. وفي 14 مايو سنة 1948 وقبل انتهاء الانتداب البريطاني على ارض فلسطين بيومين، اجتمع مجموعة من القادة اليهود بقيادة بن جورين، وده اللي بعد كده بقى اول رئيس وزراء لإسرائيل، واتفقوا ان هم لازم يقيموا دولة بسرعة جدا على ارض فلسطين وفي نفس يوم انتهاء الانتداب، بس اللي كانوا واقفين عليه اختيار الاسم. اول اسم اقترحوه كان اسم يهوذا، وده اسم واحدة من المملكتين بتوع اليهود زمان، لكن بعد مناقشات تم رفض الاسم لان حدود مملكة يهوذا القديمة خارج الحدود اللي اقرتها الامم المتحدة للدولة الجديدة. لكن بعد كده اقترحوا اسم صهيون واسم صبرا، وصبرا معناه يهودي مولود في ارض المعاد. وبعد مناقشات كتير ظهر شخص فجأة واقترح اسم إسرائيل، وده اللي كسب التصويت بنسبة 7-3. وأخيرا اكتشف ان في كاتب يهودي مش معروف اسمه إسحاق برينهوف، واللي تنبأ في مقال قصير اسمه تخيلان سنة 1896 بان هيكون في دولة لليهود على أرض فلسطين، وهيكون اسمها مدينة يشرائيل أو بالعربي إسرائيل.